السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بس هعرف نفسي ان انا ما اتعرفتش في المره الاولى، يعني ما عرفتش نفسي في المره الاولى. انا دكتور علا، انا مدرس كريتيكال كير جامعه المنوفيه، ومحدش يقول ان انا شكلي صغير، which is حقيقي، بس يعني نبتدي بس. اوكي. طيب، هي المحاضره بتاعت النهارده اسمها انترافاسكولار فوليوم اسسمنت يوزنج الالترا ساوند. في الغالب دي مش محاضره عشان اقول لك احنا بنعمل ازاي وبنعمل الاسسمنت ازاي الانترافاسكولار فوليوم، ده مش شغلي خالص النهارده. انما انا شغلي اقول لك لما يبقى عندي بيشنت انا محتاجه اعمل له انترافاسكولار فوليوم اسسمنت غير الكلينيكال، فانا ممكن اعمل ايه بالالترا ساوند. اوكي. طيب، ده تقريبا يعني جزء كبير من عيننا في الرعايه، شويه اللي هو تو ويت، يعني مورم منفوخ، في شويه تلاقي ايه ده العيان يعني انضغط زياده كده ونشف، السفنجه نشفت، بعدين فجاه ارجع تاني الاقيه بيرفكت وتمام ان انا اغسله، وبعدين يرجع للعادي بتاعه وانا اديله دايرتك فيرجع للعادي. تقريبا عيننا في الحته دي في ستيج فيهم، اني واحده فيهم الدبند، العين لسه داخل ولا قاعد معاك 10 ايام بس. طيب، شغلي ان انا اعرف اعمل مانجمنت، سواء العيان مورم ولا العيان ناشف واديله فلويد ولا لا، او عيان مورم هعمل له ايه. اوكي. طيب، النهارده احنا هنعمل ثلاث حاجات. اول واحده ان انا هعرف ليه انا بعمل فوليوم اسسمنت، وده جزء شويه نظري بسيط ولكنه احنا كلنا ان شاء الله نكون عارفينه. الجزء الثاني هاو تو اسس، ان ازاي اسس، ومش شغلي ان انا اقول كل حاجه لان في حاجات كتير قوي، انما انا شغلي اقول لك ازاي تعمله بابسط طريقه ممكنه بالحاجات اللي افيلبل معايا النهارده، بالحاجات اللي انت اخذتها تقريبا النهارده او اللي هتاخدها كمان بكره. الجزء الاخير هو الكيس، ان شاء الله الموضوع برده مش سهل مش صعب، ماشي ان شاء الله يبقى كويس. اوكي. مش هاخده. لا مش صح، انت هتشوف وهتقول لي. اوكي. طب حد في يعني حد عارف الكيرف ده الاول؟ فاكرينه؟ فرانك ستارلينج كيرف، كلنا عارفينه. عارفين ان احنا عندنا فيه جزء ستي بورت، او ان احنا عندنا فيه تو بورتس من الكيرف، ان انا في عندي جزء العيان بقى فلويد ريسبونسيف اللي هو الجزء الاول خالص، ان انا وانس اديت او زودت الفوليوم فالكارديك ابوت بيتحسن، فده الجزء بتاع الفلويد ريسبونسيفنس، وكل ما برفع فوق وكل ما اتحسن طول ما الفنتريكولار فانكشن كويسه المفروض ان الفلويد بيحسن الكارديك ابوت لحد ما اوصل للبلاتو بارت بتاع الكيرف. خلاص، وده معناه ان انا كل ما بزود البريلود الفانكشن بتتحسن، وبالتالي الكارديك ابوت بتحسن، بالتالي البلاد بريشر بتاعي بيتحسن. الجزء الثاني بقى انا هعمل ايه عشان اعمل اسسمنت، هعمل كذا حاجه من الحاجات دي. تفتكر انا هعمل ايه من دول؟ ممكن اعمل ايه عشان اسس الانترافاسكولار فوليوم؟ جزء اول اي في سي، حلو قوي. ممكن نستخدم لونج، جزء قوي نستخدم فوكس لونج، جميل. تاني حاجه في عندك جزء فوكس كارديك الترا ساوند، في دوبلر، في جزء منه دوبلر احنا ممكن ما نستخدموش دلوقتي، دوبلر منه ال في او تي في تي اي، منه حاجات كاروت الدوبلر لو انا بعد كده فكرت اتكلم على حاجه اسمها اللي هو الفلو تراك، او ان انا بعمل برده تريسنج للكاروتيد فلو كمان، او كوركتد كاروتيد فلو، ده برده جزء ممكن نستخدمه بس مش معانا. الجزء بتاع الهيباتيك والبورتال وانترا رينال، ده بتاع الجزء فلويد انتولرنس بتاع الناس اللي عندهم كونجيشن، وانا محتاجه اشوف العيان ده محتاج دايريتك ولا الفينوس بالظبط، الفينوس اكسس، الفيكسا سكور بالظبط كده، اللي فيكم اشتغلوا او الناس حابه تعلموا، بس هو بنستخدم فيهم الهيباتيك والبورتال والانترا رينال. طيب، انا كده هستخدم النهارده معايا الانفيرو فينا كافا، وفي جزء من الفوكس كاردياك، والجزء بتاع اللونج ان شاء الله بكره، مش هستخدمه خالص النهارده بس هنتكلم عليه ان شاء الله بكره. هبدا اتكلم على الاي في سي. الاي في سي حد يقول لي الاناتومي بسرعه، في النص ولا في الجنب ولا فين؟ في النص تو ذا رايت، حلو، جنبه الاورطه، وبالتالي فانا في دماغي ان انا وانس جبت حاجه في النص هتبقى يا اورتا يا اي في سي، صح كده؟ تحت السبكوستال سبزيفويد، يعني الجزء اللي تحت، يبقى انا بدايه ده الاناتومي في دماغي في لحظه عشان هستخدمه لو انا اول مره اشتغل اي في سي، ففي الغالب هستخدمه في الفتره اللي جايه. طيب، هستخدم اني بروب؟ كيرفلينير فيز دي اري، عشان انا محتاجه دبث، وعشان انا محتاجه ريزولوشن كويسه، وفي نفس الوقت انه الناس اللي بتستخدم فيز دي اري ميلي كارديولوجي بيستخدموا كتير الفيز دي اري، لانهم بيجيبوه تي اس وبعدين بعد كده يلفوا عشان هو دخلته في الرايت اتريوم، فانا بستخدم الاثنين، الاسهل لك هتستخدمه. طيب، انا بعمل بحط البروب فين اولا؟ اول حاجه في النص لونجيتيودينال، النوب بتاعي فوق توورد اب بالظبط كده، هو محطوط لونجيتيودينال، لقيت فيه عندي حاجه في النص، اورتا ولا اي في سي؟ انا شخصيا شايفه وانس شفت حاجه اعمل بس تلتنج او فاننج توورد الرايت سايد، لقيت حاجه ثانيه ففي الغالب الرايت هو الاي في سي، واللي عندك هو الاورتا. على فكره مش اسهل حاجه تفرق ما بينهم، الناس فاكره ان الموضوع سهل بس الحقيقه لا، انا بشوف ناس بتجيب الاورتا على انه اي في سي يقول لك ده كونجستد وبليثوريك وحاجات كده. خلاص، فانا وانس ان انا جبته في النص يا سلايد ناحيه الرايت يعمل تلتنج ناحيه الرايت. اوكي، فده اول حاجه عشان اتاكد ان ده الاي في سي مش الاورطه. ده انا بجيبه بعرف ازاي انه ده الاي في سي، بلاقي الليفر بتاعي باين في الفيو في النص على طول، ان هو ده اول حاجه هتقابلني وبعدين الاي في سي بعدها.
طيب انا هفرق الاي في سي عن الاورطه عن طريق ماشي ثين وول بلسيشن صعب قوي شوف اللي ممكن يبقى ترانسميتد انا برضو ما اقدرش اضمنه كولابسابيلتي مع الريسبيراتوري بس ده معناه ان انا محتاجه العيان يبقى عنده ايفورت لو العيان عنده شالو بريدنج صعب قوي يتفرق في الريسبيراتوري تمام فمحتاجه ايفورت حد ياخد باله من الكلمه اللي انا بقولها عشان دي هتفرق معانا بعد كده العيان محتاج ايفورت يعني لازم يكون بياخد ريسبيراتوري ايفورت محترم عشان اقدر اشوف ان افرق ما بينهم كولابسابيلتي او لا طيب حاجه ثانيه هل في ماركر اشوفه حاجه في الماركر ماركينج فيه السباين ورا الاورطه نايم على السباين وثيك وول وتلاقي فيه سباين دنتيشن تحت كده يعني بيزل والاي في سي طالع منه داخل فرايد اتريوم انا شايفاه الهيباتيك فين بالظبط فده التفرقه العاديه اللي انت محتاج تشوفها ولو ان انا شفت ناس حقيقي يعني بتلبسهم على بعض بتلبس كل بتقيفه بتقيف الاي في سي بتقيف عليه بالظبط الاورطه بتقيف عليه الاي في سي تمام طيب انا كده شفت الشكل ما بين الاثنين ده مين اي في سي عرفته ازاي في اول رايت اتريوم في هيباتيك فين اهو فاتح شكله فيه كولابسابيلتي ولكنه مش مضمون لان انت في جزء كولابسد وجزء لا صح كده الناحيه دي انا حاسه انه ليا داخل فرايد اتريوم برضو عشان كده مش اسهل حاجه تركز لا بص انت كده انا ما عنديش مشكله بس انا قصدي الحته دي هتخليك تفكر ان وارد جدا يبقى ده اي في سي الحاجه اللي تفرقه ان في دنتيشن سباين باين عندك تاني حاجه بالظبط الوول بتاعه ثيك مفيش هيباتيك فين باين لكن انا قصدي المدخل بتاعه في الرايت اتريوم لو انت شفت الحته دي هتحس ان انت مشكوك فيه مشكوك فيه طب ده بيتهيألي باين حتى دخلته في الرايت سايد لا هو مش باين انه داخل اصلا خلاص فده الاورطه وده شكله الفيرتبرال شادوينج اللي هو الحته بتاع السباين ساين وده رايت اتريوم وده الليفر بتاعي في الامج طيب انا بقيس فين بعد الهيباتيك فين على طول صح كده كتير قوي في الارتكلز اتكلموا كتير هل انا اقيسه عند الليفل اللي هو السايد 0 ولا السايد 1 ولا سايد 3 سايد 4 سايد 5 تفتكر انت اني واحد في الغالب 3 او 4 صح كده عشان دي اكتر حته في الغالب هيبقى الاي في سي فيها فاريابيلتي مع الريسبيريشن بعد كده هيبقى مضغوط عليه بالانترا ابدومينال بريشر مينلي فممكن يبقى فيه تشينجز ريليتد للانترا ابدومينال بريشر فيفضل يبقى الجزء ده اللي هو سايد 3 او بعد الهيباتيك فين على طول اوكي طيب انا بعد ما اخلص ممكن اعمل ام مود ولا في ناس تعمله من غير الام مود ممكن اقيسه بالبي مود يعني انا اشوف واشوف الكولابس وبعدين ارجع بالبكره بتاعتي في الفريز واعمل او الفريز بتاعي وابدا ارجع شويه بالفيديو وابدا اقيس وهو ديورنج المينيمم دايمتر والماكسيمم دايمتر ولكن الاسهل دايما هو الام مود لان انت قدامك شايفه وشايف الوول بتاعك كويس وبتقدر تقيس كويس بالميجر وبيطلع لك ارقام مظبوطه اكتر شويه طيب في حاجه اسمها كولابسابيلتي للاي في سي الفسيولوجي بتاعها ريليتد لي ريسبيريشن بالظبط وبالتالي لما انا اجي اتكلم على اي في سي او اي حاجه ريليتد للانترافاسكولار فوليوم اسسمنت فهو اول حاجه الفاريشن نتيجه الريسبيريشن وده معناه ان انا محتاجه ريسبيراتوري ايفورت لازم ريسبيراتوري ايفورت سواء العيان متفنتل او سبونتينيوس بريزنج حتى لما احنا بنيجي نتكلم اللي فيكو اي سي يو بقاله فتره او ذاكر الحاجات بتاعه فلويد ريسبونسيفنس كنا احنا بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالريسبيراتوري فاريشن دي معناها ان انا محتاجه مينيمم 8 مللي بير كي جي تايدال فوليوم ده ايفورت ده التايدل اللي هيخلي فيه انترا تراسيك بريشر فاريشن وبالتالي يحصل لي تشينج على مستوى الاي في سي او اي حاجه ثانيه انا بفكر فيها سواء بلس بريشر ستروك فوليوم سواء في تي اي وات ايفر فده ريسبيراتوري فاريشن انا محتاجه منه ايفورت فلو العين شالو بريدنج ففي الغالب قصه الكولابسابيلتي والديستنسابيلتي مش هتبقى فارقه معايا اصلا حلو فانا كده عشان اقول لك العيان اللي سبونتينيوس بريدنج بيحصل له ايه ديورنج الانسبيريشن كولابس ليه عشان انترا ثوراسيك بريشر بتاعي بيبقى نيجاتيف فبيسحب الفينوس ريتيرن فيحصل كولابسبيليتي للاي في سي فاسمه كولابسبيليتي اندكس الديستنسبيليتي اندكس اشمعنى عشان ديورنج باخد ديورنج البوزيتيف فانا باخد بوزيتيف اكتر من الاكس يعني الاثنين بوزيتيف بريشر ولكن ده بوزيتيف اكتر اللي هو بلس 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 والبوزيتيف الثاني اللي هو بلس 2 فده بوزيتيف وده بوزيتيف اللي هو الاكس بالنسبه لي برده فده ديستنسبيليتي حد يعرف يعني ايه فاريابيليتي اندكس بوس ايه هو مكتوب بوس ده حقيقي ايه بقى بوس ايه بالظبط الفاريابيلتي هيفرق معانا في حاجه لو انا اول مره اشتغل وكل شويه اطلع بالظبط ماكس ومينيمم مش فارق معايا حاجه واقسم على مين فده اسمه فاريابيلتي اندكس فانا ممكن استخدمه في العيان سبونتينيوس بريزنج ممكن استخدمه في العيان الميكانيكال بالظبط كده بيفرق معايا في البيرسنت حد معايا فاهم الحته دي جميل الفاريابيلتي اندكس هي حاجه ذا سيم نفس التشينج بتاع الكولابسابيلتي والديستنسابيلتي ولكن المعادله بتاعتها
ماكس ناقص مينيمم على مين، وبالتالي مش هتفرق كولابسبيلتي وفاريابيلتي او ديستنسبيلتي. هتقول لي يعني ازاي؟ يعني ده كولابسبيلتي اندكس يقول لك والله عشان احسبه فانا هجيب الماكس دايمتر بتاع الاي في سي ناقص المينيمم دايمتر على الماكس دايمتر، وده معناه لو اكتر من 50% معناه ان العين فلويد ريسبونسيف. حلو كده؟ طب انا هقول لك ديستنسبيلتي، جبت اللي بعديها هقول لك ماكس ناقص مينيمم على المينيمم، فالمينيمم مش ماكسيمم، وده بيقول لك لو اكتر من 18% فده فلويد ريسبونسيف. طب انا واحد معلش يعني ما بحبش الارقام الكتير، اعمل لي فاريابيلتي اندكس. فاريابيلتي اندكس يعني ماكس ناقص مينيمم على مين، مين اللي هو ماكس ومينيمم على 2 يعني المقام بتاعي مين، فده ساعتها مش فارق عيان سبونتينيوس ولا عيان ميكانيكال فنتليتد، وقول لي 12% هو ده الكات اوف بتاعي. وده احنا مش بنستخدمه كتير على فكره، ولكن انا شايفه ان هو اسهل في الاستخدام، انه 12% بالنسبه لك دي حاجه معقوله، بدل ما تفكر 50 ولا 18 ولا ايه ممكن تستخدم دي. طيب دخلنا في الريليشن بتاع الاي في سي ناحيه الليفت اتشال بريشر، حد عارفه؟ او الرايت اتشال بريشر مش الليفت اتشال بريشر، حد عارفه؟ بالظبط، عشان ساعتها اس بي بي، عشان انت بعد كده ان شاء الله بكره اللي فيكم عشان بالظبط عشان تحطه على تي ار فيلوستي بالظبط البلمونري بريشر اللي انت بتحسب فيه اللي هو الرايت فنتريكولار سيستوليك بريشر على البلمونري وعلى الترايكوزبيد. طيب عشان الناس اللي مش واخده بالها، انا دلوقتي بعمل الارقام دي عشان انا لو جبت لي كولابس اللي هو لقيت الدايمتر بتاع الاي في سي اقل من 2.1 حلو، وبيكولابس اكتر من 50%، فده معناه ان البريشر بتاعي في الرايت اتريوم 3. حضرتك لما تيجي تعمل بلمونري هايبرتنشن بعد كده بتوع الكارديولوجي لما بيجي يحسبوا لك البلمونري هايبرتنشن بيقول لك ايه السي في بي كام، مش ده اللي بيقوله لك؟ يوم جاي حاطط الاكسس اللي هو بتاع الكونتينوس ويف ويجيب لك رقم ويقول لك هي السي في بي كام، تقول له 20، يقول لك يا معلم البلمونري هايبرتنشن بتاعك 70، كان 50 وضاف عليه ال 20 بقى 70. تمام كده؟ فده بيقول لك ان انت ممكن تعمله بالاي في سي لو انا ما عنديش سي في بي، فممكن تعمله بالاي في سي ان انت تشوفه. فانا شخصيا لما باجي احفظ الكيرف او بحفظ التيبل ده بجيب الاكستريم لو والهاي، واللي في النص ده يعني بالنسبه لي ربنا معايا يعني بحفظه بقى لو جه في بالي. فانا اللو اقل من 2.1 وكولابسبيلتي فوق ال 50%، الاتريال بريشر 15 اللي هو العالي بالنسبه لي فوق 2.1 وبيكولابس اكتر اقل من 50%. تمام؟ فده بيديني بريشر او رايت اتريال بريشر 15، اللي في النص 8. اتفقنا كده؟ فده حاجه انت مع الوقت بتحفظها، الارقام نفسها بتحفظها. يبقى انا كده بتكلم على كولابسبيلتي اندكس وبتكلم على الاي في سي ريليشن للرايت اتريال عشان انا بعد كده لما اجي اتكلم على البلمونري هايبرتنشن. تمام؟ السؤال اللي بيقول، السؤال بيقول ايه؟ انا سريع؟ ده السؤال. سريع؟ اوكي ماشي تمام. حد يقول لي ده ايه؟ ده كولابسبيلتي، ده اي في سي صح كده؟ ده تيبيكال كولابسبيلتي. ده؟ يبقى ده فاضي الجزء ده، حد خد باله ان الجزء اللي ورا ده ما اقدرش احط عليه الام مود لانه شكله تحس انه ديستندد كده؟ فانا مين الحته بتاعتي هي اللي بتكولابس نتيجه ريسبيريشن هي دي. ده بليثوريك؟ عرفت ازاي انه بليثوريك؟ فيه باتك بين قد كده وهو نفسه مش بيكولابس خالص وداخل الرايت اتريوم. ده بعد كده لما تيجي تحط بعد كده في الفيكسس بقى وتحط على الهباتك فين ساعتها ممكن نشوف الكيرفات بتاعته والحاجات بتاعته. في فولس هاي وفولس لو في الاي في سي، حد يعرفهم؟ فولس هاي اي حاجه ريليتد للرايت اتشال بريشر، رايت سايد بالظبط، ار في فيلير، بالمر هايبرتنشن سيفير، سيفير ترايكوزبيد ريجيرش، كل ده يديني ارقام عاليه يخليني دايما افكر في انه ما استخدموش سنجل بارامتر وما افكرش في انه هو لو عالي يبقى معنى ديفينت ان الرايت اتشال بريشر عالي. ده يخليني افكر واعمل فلويد تشالنج او اعمل حاجات ثانيه ليها علاقه بالفاريشن. تمام؟ طيب الفولس لو دي حاجه مهمه على فكره، ايه الفولس لو؟ يعني الاي في سي اقل من الرقم المتوقع، تتوقع ده نتيجه ايه؟ ناخد بالنا انه عشان يحصل اي في سي كولابس محتاج انتراثوراسيك بريشر عالي ولا واطي؟ مور نيجاتيف، مور نيجاتيف، مور نيجاتيف، مور نيجاتيف، صح كده؟ او لو انا عندي عيان سبونتينيوس او عيان بياخد نفس كبير لو هو على فنتليتور يبقى بياخد نفس عالي، يبقى انا محتاجه انتراثوراسيك بريشر يا عالي يا واطي، صح كده؟ يا عالي قوي يا واطي قوي، يبقى انا باخد تايدال فوليوم عالي قوي فنتليتور او انتراثوراسيك بريشر بتاعي عيان ستيتس ازماتيكس او عيان سي او بي دي او عيان عنده اوريدي في ريسبيراتوري ايفورت عنيف جدا، ده هيخليني مور نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر ومور فاريشن هو اصلا مش بتاعه. تمام كده؟ فالفولس لو يقول لك ان في مشكله في الانتراثوراسيك بريشر او الانترا ابدومينال بريشر نفسه يضغط على الاي في سي فيديك رقم اقل من المتوقع. فدي حاجات بس محتاجين نكيب المايند واحنا شغالين فيه. طيب
تفتكر انا لو اس الاي بي سي طلع لي 3 او 1 دي رقم هيفرق معايا ستاتيك؟ اتفضل. الاي بي سي ده كرقم؟ كرقم طبعا. كرقم بس حكمك عليه بعد كده له علاقه بالكلينيكال. طيب لو انا عندي اي بي سي 3 واي بي سي 1، لو انا قلت لك الاي بي سي بتاع العيان ده 1، تفتكر هيفرق معاك في حاجه؟ واحد من 3 يعني؟ لا مش فاريابيلتي. حد قال لي ده الاي بي سي بتاعي 1. واحد ما ومش بيكولابس، او 0.9 ومش بيكولابس. لازم تحكم كلينيكال، ولازم تبقى فاكر حاجه انه الرقم ستاتيك الاكستريمز بتوعهم ممكن يفرقوا. يعني انا لو لقيت حد اي بي سي بتاعه 2.5 او 3 كرقم ستاتيك من غير كولابسابيلتي وديستانسابيلتي ممكن يفرق معايا في انه رقم عالي، وافكر في الحاجات الفولس هاي، او افكر ان العيان ده بليثوريك. حاجتين يعني، قصدي الاستاتيك ميجرمنت ممكن يفرقوا معايا في الاكستريم. بالظبط كده، وانا جيت اركب سنترال لقيته ماينس 1. خلصت؟ اوكي ماينس خلاص. فانا عندي لو لقيت حد بيقول لي اي بي سي بتاعي 1 وبعدين جيت اشوف العين كلينيكال او لقيت السي في بتاعتي ماينس 1، ساعتها اقول له او 1 حاجه، اقول له ايه ده العيان ده تيبيكال العيان ده هايبوفوليميك. ممكن اعتمد على ستاتيك ميجرمنت، ممكن في الاكستريم بس، ولكن ده لا ينفي ان انا محتاجه حاجات ليها علاقه بالفلويد تشالنج، او ان انا اشوف الفاريابيلتي او الفاريشن. خلاص، فالستاتيك ميجرمنت مهم في الاكستريمز. اوكي طيب، احنا كده خلصنا الاي في سي، عرفنا هنجيبه ازاي، عرفنا الام مود، عرفنا الفولس هاي فولس لو، ارقامي كولابسبيلتي فاريابيلتي، وده المهم بالنسبه لي في ان انا احكم على عيان كانترافاسكولار بتاع عيان. الجزء الثاني اللي انا هستخدمه من الحاجات الكاردياك بقى، انه انا اعمل حاجه اسمها في تي اي. صح كده؟ يعني ايه في تي اي؟ الفي او تي في تي اي ايه؟ جميل قوي. ده بيديني اقيس حاجه اسمها ستروك فوليوم وكارديك ابوت. حلو، انا محتاجاك تبقى عارف جمله تحفظها، انه اي حاجه عشان اعمل لها او اي عيان اعمله فلويد تشالنج عشان اشوف الكارديك ابوت بيتحسن بنسبه قد ايه، فتفتكر في دماغك من 10 ل 15. يعني ايه؟ يعني انا اي عيان اديت له فلويد لقيت الكارديك ابوت بيتحسن فوق ال 15% فديفنتلي فلويد ريسبونسيف، اقل من 10% فمش فلويد ريسبونسيف. 10 ل 15 فكر شويه، وارد ومحتاج حاجه ثانيه. اوكي، محتاجه تجربيه مره كمان. فاي حد يفكر اي حاجه ليها علاقه بان انا احسن الفوليوم او احسن الكارديك ابوت عن طريق الفلويد، لازم تقول لي التشينج في الكارديك ابوت بنسبه فوق ال 15% او اقل من 10%. حلو كده، فدي جمله تبقى محفوظه، تبقى انت حافظها، ان انا عندي اي حاجه فيها فاريشن هتبقى من 10 ل 15. فوق ال 15 فديفنتلي في تاثير على الكارديك ابوت، يبقى ده فلويد ريسبونسيف. اقل من 10 فده عيان مش فلويد ريسبونسيف، وارد جدا ما يبقاش فلويد ريسبونسيف. 10 ل 15 في ناس اوقات تحط 12%، في ناس تقول لك اصل 13%، هتلاقي في بالس بريشر فاريشن 13%، هتلاقي في ستروك فوليوم فاريشن 12%، كلها اراوند 10 ل 15. ولكن اقل من 10 ديفنتلي مش فلويد ريسبونسيف، فوق ال 10 ديفنتلي فلويد ريسبونسيف، فوق ال 15 سوري. اوكي، ده يخليني افكر في ال في او تي في تي اي. انا لما باجي احسب الستروك فوليوم عن طريق ال في تي اي بعمل ايه؟ يعني بقيس ايه عن طريق الايكو؟ دايامتر في الباراسترنال لونج، تاني حاجه ال في او تي في تي اي في الابيكال، الابيكال 5، صح كده؟ وبعدين هو الجهاز بيضربهم، بيقوم جاي الاول طلع لي ستروك فوليوم، بعدين يضرب في هارت ريت تطلع لي كارديك ابوت، صح كده؟ طب انا لو عيان كارديك ابوت او ستروك فوليوم بتاعه رقم وانا قررت اديله فلويد، فنسبه قد ايه خليني افكر انه ده ممكن يبقى فلويد ريسبونسيف لو عيلي اكتر من 12 ل 15%؟ حلو، طب انت شايف ان ممكن استخدم في تي اي بس، ولا انا محتاجه ستروك فوليوم؟ هي الستروك فوليوم في تي اي في دايامتر، صح؟ الدايامتر ده ثابت ولا بيتغير؟ ثابت، وبالتالي انا ممكن استعيد تماما وامشي واسيب الستروك فوليوم مع نفسه واستخدم ال في او تي. ليه؟ لانه الدايامتر ثابت. حلو، فانا ممكن التشينجز في ال في او تي اللي تفرق معايا مش الستروك فوليوم. بالظبط كده، فطبعا في تي اي فقط، لكن انا ممكن استخدم ستروك فوليوم طبعا. صعبها على نفسي اكتر من كده؟ صعبها انت وشطارتك بقى، بس انا بسهلها. اوكي، فاحنا كلنا عارفين ان احنا بنجيب ازاي الدايامتر وبعدين بنحط بالسد ويف ونجيب بعد كده الفي تي اي. انا ممكن اعمل ايه؟ احنا قلنا قبل كده اي حاجه ليها علاقه بتشينج عشان يغير لي في الكارديك ابوت، ممكن اعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري فاريشن، وممكن اعمل ليج ريزنج او ادي يعني ليج ريزنج، او اعمل حاجه اسمها فلويد تشالنج وادي فلويد. طب انا بدي حاجه اسمها باسيف ليج ريزنج لاي حاجه بعمل، يعني باسيف ليج ريزنج ممكن استخدمها في الاي في سي كولابسبيلتي، صح؟ ممكن استخدمها في اي حاجه ثانيه.
طب الباسف ليج ريزنج حد عمله قبل كده؟ عملته ازاي؟ نمت عند ثلاثة رفعت رجله. جميل. وربع ساعة قبلها كنت شايف الـ PTI. شايف العيان في أي بوزيشن في الأول؟ في الكامبرت اللي هو قاعد. جميل، يعني هو قاعد الأول 45 وعملت الـ VTI. الـ VTI طلع رقم إكس. أوكي. نمت عند رفعت رجله ربع ساعة شفت الـ VTI تاني. وأنت قاعد مكانك؟ بالظبط. وقيس الفي تي اي هو كده، يبقى انا اول حاجه البوزيشن بتاعي زي ما الدكتور بيتكلم ان انا البوزيشن من الاول مش فلات، البوزيشن بتاعي قاعد 45 درجه، وبعدين بعمل في تي اي او بقيسه بالايكو وخلاص جبت رقم في تي اي اكس وسجلته او حطيته في ورقه، وبعدين اديته فلويد او عملت له باسيف ليج ريزنج. الباسيف ليج ريزنج بيعمل لي ايه؟ بيزود فوليوم ولا ما بيزودش فوليوم ولا بيعمل ايه؟ بيزود فينس ريتيرن. هو بيقولوا انه الرقم بتاع الفلويد كانك اديت 300 سي سي، كانك اديت فلويد 300 سي سي كانك، فساعتها انت اديت فلويد وبعدين بعد كده تقيس الفي تي اي، وساعتها كانك عملت فلويد تشالنج العيان وتشوف الفي تي اي الفاريابيلتي بتاعتك من كام بقى كام، وبعدين تشوف النسبه. النسبه دي ها في ناس بتتكلم انه من 10 ل يعني 10 15 دقيقه عشان يبقى في تشينج في الكارديك ابوت، خلاص ده الفكره التايم، لان انت ساعتها لو عملتها بسرعه الحقيقه مش هيقلق، لانه انت 300 بس رجعوا في اول بيت يعني في اول نزله، فانت في الغالب بتستنى من 10 دقائق، ممكن في ناس بتستنى 3 دقائق او 4 دقائق، في ناس بتعمل الكلام ده، فانا شخصيا يعني معظم الناس بيستنوا شويه يعني حوالي 10 دقائق يمكن اقل حاجه مينيمم 5 دقائق. اوكي طيب اللي انا شايفاه قدامي ده ايه؟ ده الفي تي اي. طب نركز كده، ده في تي اي انا عملت ايه في السبيد بتاعته؟ يعني انا جبت عملته ضيقته، عشان كده انا قلت للناس انه بس نركز في حاجه اسمها سويب سبيد. سبيد يعني خليت الورقه بتاعتي عامله زي الاي سي جي، سرعته فجالي اكتر من بيت في الحته دي، فده لو العيان انا حاطه على فنتليتر او بياخد نفس، فبجيب الفي تي اي فاريابيلتي اكوردنج للريسبيريشن، خلاص وده اللي انا بعمله الفي تي اي، وبعدين بقيس اللي هو الفي تي اي بتاعي الماكس، وبعدين بعد كده بجيب الرقم اللي هو اقل حاجه واعلى حاجه وبقيس الفرق ما بينهم، ده فاريابيلتي ريليتد للريسبيريشن، يعني حضرتك بتسجله وبعدين بتطرح وبتقسم. هقول لك بتطرح وبتقسم على ايه. ده بتطرح وبتقسم على ايه؟ اللي هو انا جبت في تي اي عملت الانفلوب، يعني مشيت مع الانفلوب اداني رقم، فاكبر رقم واصغر رقم على المين تضرب في 100، ده اسمه ال في او تي في تي اي فاريشن، خلاص اللي احنا قلناه ان انا هقيس فتره وبعدين اقيس واحده مينيمم اللي هو بعد ما ادي فلويد او مع الريسبيريشن او وات ايفر انا عملت اني فاريشن، وبعدين ماكس ناقص مينيمم على المين. طب انا مش عايز اعمل امشي مع الانفلوب، ممكن اجيب البيك، يعني البيك اللي هو ده ان انا باخد البيك قرايه واحده بس تديني رقم، مش بمشي معمل تريسنج مع الانفلوب، فباخد رقم اللي هو الفيلوسيتي بس، خلاص فده ممكن يعمل لي في تي اي فاريشن، فاهمني صح؟ اوكي فده اسمه بيك فيلوسيتي فاريشن، اللي هو في تي اي اللي هو البيك فيلوسيتي ماكس على ناقص المينيمم على المين في 100، خلاص ده الفاريشن. واخر حاجه ستروك فوليوم فاريشن بقى، ده اللي عايز اللي هو معلش اللي هو بيحسب بقى في الدايمتر. قول لي هي هي ما اتكلمناش، بس انا بسهل عليك بقول لك اسهل لك تعمل ستروك فوليوم، مش اسهل لك، ده اسهل حاجه ان انت تقوم جاي جايب لي فيلوستي، تقوم جاي حاطط نقطه، فهمتني ازاي؟ حد فاهم الجزء ده؟ ماشي. اصغر واقل، انت تجيبي سويب سبيد لو انت بتعملي ريسبيراتوري فاريشن، يعني انا لو عيان مثلا متفنتل وعلى تايدال فوليوم 8 بركيجي وانا عايزه اشوف تشينج الكارديك ابوت او تشينج الفي تي اي للريسبيريشن، فبقوم جايه عامله شريط كده سويب سبيد اللي هو بسرعه، وبعدين بعد كده لو بقلله خالص على المينيمم يعني، وبعدين بعد كده اخلي العيان ياخد نفس او بياخد نفس ان واكس انسبيريشن واكسبيريشن، واشوف الفاريابيلتي اصغر واحده طلعت لي في الحته دي اقوم جايه عامله عليها واحده، واكبر واحده اقوم جايه واحده واخده واحده، وده اسمه فاريشن، زي ما باجي احسب بالس بريشر فاريشن كده. اوكي فده ممكن اخده، او ان العيان ايه، انا عملت له رقم في تي اي زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه، اديت رقم وبعدين عملت باسيف ليج ريزنج خلاص وقعدت شويه وبعدين قست تاني واخدت رقم وطرحت ماكسيمم ناقص مينيمم على كام وطلع الفاريابيلتي. اوكي او اديت فلويد 250 ل 500، فده بيطلع لي الحاجه دي، واسهل واحده فيهم اللي هو الفي تي اي الفيلوسيتي بتاعي اللي هو البيج فيلوسيتي مش الانفلوب بالظبط، واقسم على المين وفي 100 زي ما هو عمل كده بالظبط، ان انا ممكن اعمل تريسنج او ان انا اعمل نقطه وبعدين الفي تي اي جايه حاسباها زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، واجيب الماكسيموم منهم يعني بجيب واحده واحده. الحمد لله. الكيسز حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ الفي تي اي كلنا تقريبا جربناها مع الفولنتير، كلنا اشتغلناها الفي تي اي ماكس ومينيموم، طبعا الحاجات دي انا عارفه انها بتبقى في الاول وانت بتعملها بتحس انها كلام غريب، بس مع الوقت الامور بتبقى اسهل شويه. طيب
هي بتعيط. مش عارفه انتوا بتهيألي مش هتعيطوا. لا نبتدي. حد يحب يقرا؟ طب فكر تاني. عدي الحته بتاعتك. عدي. اوكي. طيب انت هسالك سؤال صغير، انت شايفه ان الفيو اللي جايبه ده جايبه كويس صح؟ يعني فيو طول ما هو بياخد اكس وان العيان بياخد نفس. الاي في سي معاكي باين اصلا؟ بيكولابس؟ انت شايفاه بيكولابس ولا بيروح من الصوره كله؟ جميل. هل انا اعتمد ان ده كولابس؟ ماشي. هي تقريبا انجي كانت نبطشيه في اليوم ده، انا مش عارفه مين انجي، بس انجي كانت نبطشيه وقالت زي ما انت قلتي بالظبط، قالت ان العيان ده في الغالب كولابس وقررت انها تدي العيان ده فلويد. حقها صح؟ لا انا بيختفي. انجي واحده ثانيه قالت والله ده انا حاسه ان هو كده وادت فلويد وبتاع، بس قررت تنادي الدكتور السينيور النبطشيه محمد. ماشي. ما اعرفش انجي محمد مين. نعم اتفضل. ماشي. فانت شايف ايه؟ في مشكله في الفيو، العيانه نفسها تكبنك شويه، في افورت ممكن يكون مش اظبط حاجه، بس ده شكله زي ما حضرتك بتتكلم ان هباتك فين نفسه شكله كبير، بس انا مش ضامنه انه الفيو نفسه مظبوط عشان اعلق على الاي في سي. فعندي وارد يبقى هاي سي في بي، وارد يبقى هاي اي في سي، ولكن هل العيان ده هايبو فوليميك او هايبر فوليميك مش عارف. قررت نادي السينيور النبطشيه. بالظبط الكارديو كويس. جه سينيور النبطشيه قال لها معلش طب انت بصيتي على القلب؟ قام جاي باصص كده. ما هو الدكتور محمد جه وبص على العيان. ايه رايكم؟ ها؟ فتفاجئ ان العيان عنده تامبونات وعامل كومبريشن على الرايت سايد، ولو ان الرايت اتريال بريشر يبان او الرايت سايد نفسه تحس انه كولابست خالص خالص من البريكورديال افيوجن، وبعدين عمل الفيو نفسه، هي كانت شاكه ان هو كولابست لان هي مش شايفه او الفيو نفسه ما جاش معاها، بس هو اتفاجئ ان الاي في سي بتاعه منفوخ. هم كانوا توقعوا انه محتاج فلويد، العين قالوا لا ده بليثوريك، بس في الغالب ده فولس هاي نتيجه ان عنده بريكورديال افيوجن. انت المانجمنت بالظبط. ده وارد يبقى عندي بريكورديال افيوجن، فلو انا بتكلم العيان ده محتاج يتعمل لها تابنج ممكن. بالظبط تابنج او ان انا بريكارديو سنتيسيس بالظبط، وبعدين احكم تاني على العيان. حلو كده. فده من الحاجات اللي بقالك فورس هاي. ايه دي محتاجه، انا اظن ان العيانه دي محتاجه فوليوم. خد بالك ليه؟ لان انا شايفه الرايت سايد كولابسد، فانكشن بتاعت ال في ما هياش سيئه، ففي الغالب العيانه دي لو اتعمل لها تابنج الرايت سايد هيبان ويتبص عليها كويس. ولكن ده معناه يعني مغزى الخول ان انجي وهي بتبص على العيان ان في الغالب ما كانتش حاطه كويس البروب. بس دي كانت مشكله انجي بس. اوكي. فده العيان دي اول واحده. الكيس الثانيه بالظبط كانت محتاجه تاخد، ولكن هي خد بالك احنا اول ما حد يبص على حاجه يقول العيان ضغطه وقع، ايه ده العيان ده كولابس، يلا ندي، فاهم؟ ما حدش بيركز في الحاجات الثانيه. العيانه الثانيه طيب هي انجي بتقرا السؤال بتبص على العيان. 60 years old patient diabetic hypertensive admitted to ICU from ER. عنده هيرنيا اوبريشن سكند داي بيشنت بيكم تاكبنك اند فيفرش بلاد بريشر بوردر لاين يورين اوتبوت سلايتلي ادكويت اي في سي سونوجرافي دان تو اسيس فوليوم ستاتس زي ما انت شايف. فيو احسن؟ لا مفيش فيو. تهيألي مفيش فيو. ايه؟ بص هما شكوا في الاول هل ده انت شايف انه هايبر ولا هايبو؟ ده من غير ما تقيس. في الغالب احنا في ناس بتستخدم الترقيم اللي هو هنا ده اوقات لو احتجت، في الغالب ده واحد تقريبا وبيكولابس فوق ال 50%، ففي الغالب ممكن تشك ان العيان ده هايبو فوليميك صح؟ طيب هي بتقول لك اديت فلويد بولس، وبعدين بعد ما اديت فلويد بولس اكوردنج العيانه دي اوريدي كولابسد، جيت تبص على الاي في سي تاني ما شافتوش. انت تفتكر هي ما شافتوش ليه؟ في انترا ابدومينال بريشر عالي ضاغط على الاي في سي فانا ما شفتوش، ممكن يكون ضاغط عليه مديني فولس فلو، ممكن يديني قرايات اقل وارد
وارد وارد انت مش شايفه بالظبط بالظبط. فهي شايفه ان المره الثانيه ما شفتوش كويس، قررت تعمل شايف همليكوا الارقام. هي جابت الفي تي اي من الابيكان 4، وبعدين بعد كده وهي بتعمل الفي تي اي مع الفاريشن ريسبيراتوري الماكس 0.7 والمينيمم 0.5. حد يقدر يحسب؟ يعني هي بصت اهي عشان بس احنا شايفين، جابت السويب سبيد سرعته، لقت فيه واحد صغير فاريشن مع النفس، واحد كبير، جابت الكبير 0.7 حطت البيك، والتاني 0.5. حد يقول لي هجيب الفي تي اي بفاريابيلتي كام؟ 0.7 ناقص 0.5 كام؟ 10 على المين؟ لا معلش انا عايزه الناس تحسبها عشان بس الناس تتخيل هم الناس بتعمل ازاي، لانه انا نفسي كان عندي صعوبه ديورنج واحنا شغالين في الحاجات دي. 0.7 0.5 ماشي. المين بتاعك تحت 6. حلو. حد حسب؟ في 100 12 10 وضربت في 100 33%. 33% ده فلويد ريسبونسيف، فلويد ريسبونسيف ولا نون فلويد ريسبونسيف؟ ده فلويد ريسبونسيف صح كده. فهي بعد ما ادت فلويد لقيت العيانه محتاج فلويد تاني، تفتكر ايه هتمانج ازاي بعد كده؟ انا ما شفتش اي في سي خلاص، انا سبته على جنب لاني مش عارفه اشوفه، قررت استخدم في تي اي. كده العيان فلويد ريسبونسيف، هعمل ايه؟ هدي فلويد تاني قد ايه؟ ممكن ادي 250 تانيين، ده اسمه فلويد تشالنج مره تانيه، واعمل ابص على ده. ممكن اعمل بقى المره الجايه فلويد تشالنج مش ريسبيراتوري فاريشن صح؟ اللي احنا عاملينه ده اسمه ريسبيراتوري فاريشن، يعني العيان بياخد نفس وبجيب ماكس ومينيموم. المره الجايه انا ممكن اعمل في تي اي مره رقم واعمل باسيف ليج ريزنج، اودي فلويد صح كده وبعدين اقيس تاني. اتفقنا؟ عشان بس تبقوا انتوا فاهمين احنا بنعملها ازاي. كده تمام العيان ده فلويد ريسبونسيف؟ جود جوب. العيان ده فلويد ريسبونسيف والاي واحنا طلع 30%. هو اكتر من 15 فلويد ريسبونسيف. فهي طلع 30% فهي دفنت لي فلويد ريسبونس. طيب حد يقرا لي دي 30 سنه؟ هي دي الكيس. انا مبسوطه من ادائك. عايز ايه؟ بالظبط مبسوطه من ادائك. ايه السؤال؟ انت في ايه السؤال؟ ما هو ده بيقول لك، هو ده جاي يبص عليها على كوليسيستايتس، قوم مد ايده لقى فيه تاني اي في سي، بص عليه لقى كده. فهو قاعد زينا كلنا بنعمل ايه؟ بص على الاي في سي والعيان قاعد، لقيناه بيكولابس اكتر من 50. شايفه كده بيكولابس كام؟ طيب يعني تقريبا احنا بنتكلم اقل من يعني اكتر من 50% كولابسبيلتي، ودايمتر بتاعك ممكن يبقى فوق الاثنين او اقل من اثنين اهو. ففي الغالب الرايت اتش بريشر 3، ركبت لها سيفي لقيتها زيرو، انت هتعمل ايه؟ ده السؤال. فلويد ليه تدي فلويد؟ هو انا فلويد ريسبونسيف؟ انت فلويد ريسبونسيف؟ كلنا فلويد ريسبونسيف، كل احنا عاديين فلويد ريسبونسيف. يعني انا لو جه حد او اي حد جالك الطوارئ لسبب من كان، وبعدين حد حط عليه الترا ساوند وشاف الاي في سي، ديفنتلي فلويد ريسبونسيف. فمش ده الايشو، بس انا هل محتاجه اصلا ادي فلويد ليه؟ هو العيانه جايه لي بايه بالظبط؟ ده السؤال. هو العيانه جايه بقى بندسايت عشان تشيلها، ملهاش دعوه لا عيانه شقد ولا اشتكت ان هي عندها لو كارديك ابوت ولا بور برفيوجن ولا عندها حاجه. فلقيت الاي في سي كولابست، اعمل له ايه؟ سيبه في حاله. سيبه في حاله. ما ذكرش يبقى نيجاتيف، ما ذكرش ما حدش قال لك حاجه، ما حدش اشتكى. انا بس ده قصدي ايه، لانه احنا الترند بتاعنا كلنا سي في زيرو ودي فلويد، الاي في سي اقل من واحد، العيان دي هايدريتد. مش حقيقي، هو العيان محتاج اصلا ان انا اعمله تشالنج او ادي فلويد؟ ما حدش طلب. انا فلويد ريسبونسيف وانت فلويد ريسبونسيف واي عيان جاي لك المستشفى فلويد ريسبونسيف، تيل بروف ذا اذروايز يعني لحد الا اذا كان عنده حاجه ثانيه. اوكي بس ايه تاني؟ حد عنده سؤال؟ حد في جزء مش فاهمه؟ اوكي شكرا.